السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المطوع من فيديو جيم ستيشنز VGS، ونجيب لكم ملخص حفل اطلاق البلاي ستيشن 4 او اللونش بارتي اللي سواها حق البلاي ستيشن 4. الحين خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء حاب نتكلم عنه انه عقب ما بدوا الحفل سووا المقدمة البايخة مالتهم وخلصوا من كل ذي، سوني حطوا نوتي دوغ في البداية. طبعا نوتي دوغ وش اعلنوا عن شغلتين. الشغلة الاولى ان ذا لاست اوف اس راح تحصل دي ال سي جديد. هاي الدي ال سي راح يكون البريكويل حق اللي صار للعبة، يعني شلون إلي وصلت حق جولا، القصة اللي تسبق يعني جول إلي شلون شافوا بعض وغامرة، القصة اللي قبل قصة إلي اللي في البداية. طبعا فكرة دي إل سي جدا حلوة، جدا عجبتني. لكن خلكم من دي إل سي ذا لاست أوف أس، الشيء الثاني اللي أعلنوه أو اللي كشفوه هو تيزر حق لعبة أنشارتد الجديدة. طبعا اللعبة لحين ما في ولا شيء معروف عنها غير هالتيزر. التيزر كله فيه إن نيثن دريك قاعد يحاول إنه ينتقم من شخص ما. طبعا والغريب إن شفنا بس اسم اللعبة أنشارتد خالية، ما أدري ممكن يضافون أنشارتد شيء بعدين، بس حاليا فقط أنشارتد. عقب ما خلصوا نوتي دوغ جدول إنفامس سكند سون. طبعا للي يحبون إنفامس أكيد بيستون سون. طبعا إنفامس طلع عليها تريلر جيم بلاي جديد، تقدرون تشوفونهم في الانترنت موجودين. وكل هاي اعلنوا ان اللعبة راح تصدر بتاريخ 21 مارس من سنة 2014. صراحة خبر جدا 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 افرحني، وانا شخص مطلع حق اللعبة. هي لعبة دستيني. اول شيء رونا تريلر، التريلر كان حلو. لكن بعد التريلر اعلنت الشركة انها راح تصدر البيتا في البداية على البلاي ستيشن 3 وعلى البلاي ستيشن 4. فهاي اول شيء يعني قاعد تفوز في بلاي ستيشن من ناحية الدي ال سيز، وهاي الشغلة جدا 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 حلوة. اقصد على مستوى الجيل القادم من الاجهزة والالعاب الشوترز، وبالاخص انا لعبة دستيني لعبة من المتوقع انها راح احتمال تحطم، ما حيدري احتمال تحطم باقي العاب شوترز، ما حلعبها ما حيدري الحين. فعلى العموم لكن بعدها طلع هيديكي جيما واستولى على المسرح عن طريق الفيديو. طبعا اعلن اعلان جدا رائع جدا رهيب للي يحبون ميتال جير، بعد لا تستنصح على هالخبر. طبعا اعلن ان راح يكون في محتوى حصري حق لعبة ميتال جير سوليد 5 على البلاي ستيشن 4. طبعا شنو هالمحتوى؟ راح يكون في مهمة اسمها ديجافو. ديجافو اللي هو تعرف لما تطالع شيء وتقول اوه هاي الشيء شفت انا من قبل، اوه هاي شيء شي اسمه. طبعا المهمة انت راح تقدر تلعب بسنيك بجرافيكس بلاي ستيشن 1. الفكرة غريبة صراحة، ما ادري، بس صراحة المحتوى حلو وانا مطلع اني العب هاي المحتوى. فعلى العموم هاي كله كان موجود، وش رايكم؟ كتبوا لي تحت في الكومنت سكشن. كان معكم محمد المطوع، حبايب قلبي، شكرا على المتابعة، مع السلامة.